كابتن الحنفي، قبل ما تدخل مباراة في لعيب معين اول ما تعرف ان انا هحكم للفريق ده لعيب بيبقى دايما في راسك انا عارف ان ده مش هيسيبني طول المباراة؟ مرة كنت رايح ماتش للزمالك، فانا شايل هم طارق حامد او ما كان في الزمالك يعني. هو طارق على فكرة من الشخصيات الجميلة او الطيبة يعني، فانا شايل هم طارق ان طارق من نوعية اللي طارق اللي بيعمل لك مشكلة في ايه؟ فاولاته، ممكن يعمل فاولات كتير لكن مش ممكن ما توصلش، ممكن يعمل 10 فاولات في 5 دقايق بس ما همش انذارات. ما تعرفش تمسكه كده يعني، هو ممكن ما يخش. فانا رايح الماتش فشايل هم طارق، ببص لقيت في السكور، دخلت السكور لقيت ان طارق حامد موقوف الماتش ده، قلت يا فرج الله الحمد لله بقى براحتي بقى الحمد لله ان طارق موقوف كده انا براحتي بقى مفيش ضغط عليا يعني. ففي بتحصل كتير يعني. طب في لعيب يا كابتن مثلا بيخدع شويه يعني، يحسسك ان ده بنالتي وفي الاخر تكتشف ان هو مش بنالتي، خداع كده؟ هي انا من نوعيه ان انا ما حصلتش معايا، انا ممكن العكس يعني، انا يعني نوعيه تحكيمي صعب ان انا احسب ركله جزاء وتطلع مش ركله جزاء، لكن ممكن ما احسبش وتطلع فيها، لان انا بحكم ان انا يعني بسيب القوه شويه، لكن ما اقدرش، ما ينفعش احسب لعبه ما تكونش فيها، لكن ما تخدعش بسهوله يعني. بسهوله، لكن اللعيب اللي زي ده بحاول ان انا دايما ابقى قريب منه جدا يعني، دايما تستشف. كان مثلا ايمن حفني في الزمالك، كان في الاهلي تريزيجيه، في لعيبه وهي في جوه ال 18 لازم تبقى انت قريب منها. ليه؟ عشان تشوف كل التفاصيل، لان سهل لو انت بعيد او مش في زاويه رؤيه واضحه سهل يخدعك. اللعيبه بتعرف تستغل ده كويس، فبيبقى في لعيبه كده بيبقى معروف ان دول داخلين هيمثلوا هو بيبقى معروف، بس انت لازم برضو تخرج الفهم ده من دماغك يعني، ممكن يبقى هو ليه فعلا ركله جزاء. فانت عشان واخد عنه فكره ان هو بيرمي نفسه او هو بيوقع نفسه من غير تلامس، فانت تبقى انت واخد فكره مسبقه، لا انت عايز توصل ليه، ان انت تبقى انت قافل بين قوسين عليه وبتشوف ليه حاجه هياخدها ملوش مش هياخدها، فانت بتبقى مهتم باللعيب ده، لان في لعيب اصلا ممكن يتضرب جوه منطقه الجزاء وما يقعش. ما بيعرفش، لعيب بقى ما بيستغلش اللي هو اتخبط فيقع، وفي واحد تاني شاطر في الحته دي، بيستغل التلامس البسيط وبيبقى في كونتاكت، خلاص في كونتاكت حصل فخلاص حقه فتحسن يعني. لكن في واحد بياخد الكونتاكت ده وبيكمل، فده برضو ايه، كل واحد ده بيبقى سهل بالنسبه لي ان انا اشوف الخطا، بالنسبه لي سهل، لان ده مش هيقع غير لما يكون فعلا خد له ايه، يعني لازم يكون حاجه كبيره يعني.